كما أننا مطالبون باحترام مواثيقنا ومعاهداتنا والعمل على حل خلافاتنا بالطرق السلمية لنقدم للعالم نموذجا راقيا في تعاملنا الدولي يحفظ سلامة أوطاننا ورقي مجتمعاتنا. كما أننا مطالبون بالدفاع عن المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم عالمنا والتي جاء قانون العدالة في مواجهة الإرهاب جاستا والذي أقر مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل خرقا لها وإخلالا بقواعدها وإضرارا بمصالحنا جميعا.